أعظم شيء نجح فيه الاستعمار وأعوان الاستعمار أنهم حاربوا التعليم وحاربوا العلماء ونشروا الجهل والتغييب والتغريب في عقول الأجيال الجديدة، فلا تعرف عن دينها شيء، ولا تعرف عن تاريخها شيء، ولا تعرف عن حاضرها شيء، ولا تعرف عن واقعها شيء، وعاشوا فقط لتوافه الأمور. شوف الواد النهاردة يا جماعة، شوف الواد النهاردة في الثانوي أو في الكلية، خريج الجامعة، شوف الرموز في المجتمع الذين يشار إليهم بالبناء، ما يطلق عليهم فنانون، شوفوا هما بيتكلموا، شوف أسلوبهم، شوف تفكيرهم. هل هؤلاء قدوات؟ هل هؤلاء نماذج تقدم لأبنائنا وللأجيال الجديدة؟ اسمع لاعب كرة وهو بيتكلم، هو عبارة عن بنك متحرك، خزينة مال، فلوس، دولارات ماشية على الأرض، سطحية سطحية في التفكير. هذا أنت ما مر على مدرسة، هذا ما قرأ كتاب، هذا ما تعلم شيئا، ولكنهم أصبحوا بفعل فاعل نماذج وقدوات تقدم لأبنائنا، فاغتر الأولاد به، كله عايز يبقى لاعب كرة أو ممثل أو مطرب أو وصرنا كأننا في ملهى، صارت الأمة كأنها في ملهى، كلها ترقص وتلعب.